بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا متابعي قناة الأرباح. درس اليوم أو استراتيجية اليوم للربح من الهواتف النقالة أو من الحواسيب نظرا لمطالب متابعي القناة. إن شاء الله ستربحون من قراءة رسائل إيميل فقط، لن تقوم بفعل أي شيء. أدنى حد للسحب وهو 0.01، وهذا شيء بسيط جدا، يعني الآن تستطيع كسب أول دولار خاص بك وتجمع رأس المال فقط بقراءة رسائل الإيميل من هذا الموقع المشهور. كما تعودنا أننا نجيب على تساؤلاتكم سواء في الفيسبوك أو في التعاليق، لذا نحن اليوم درس قمنا بوضعه لمتابعي القناة الذين يريدون الربح من الهواتف النقالة أو من الحواسيب بطريقة بسيطة جدا. أول شيء أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ونتوجه للشرح مباشرة. موقع اليوم إخواني هو هذا الموقع، ستجدون الرابط أسفل الفيديو. هو موقع عبارة عن موقع يتحصل على زيارات تقريبا في شهر ديسمبر 2020 وصل إلى 2,000,000، وهناك ما تشاهدون في لديه زيارات تصل إلى 1,000,000 زيارة شهرية، والترافيك الخاص به إخواني كما تشاهدون من دول أجنبية، يونايتد ستيت، فنزويلا، برازيل، وأوكرانيا وروسيا، يعني موقع صادق 1,000,000. كما تشاهدون تستطيع ربح 0.042 for every email you read، يعني 3 رسائل فقط تقوم بسحب 0.01. هذه أول معلومة. أيضا هذا الموقع تستطيع ترجمة وفهم بعض الأمور، رغم أنه فقط سأريك الطريقة التي ستقوم بها لإعدادات جيميل إخواني لكي يتم الحصول على رسائل يومية، لأنه يكفي إخواني لا يكفي تسجيل في هذا الموقع فقط، يجب أن تقوم بإعدادات. لذا أنا قمت بوضع هذا الإيميل التجريبي الذي أشرح به لكي أقوم بالإعدادات أمامكم. هنا خيارات متعددة، تكسب المال من قراءة رسائل البريد الإلكتروني أكثر من خلال أيضا دعوات إخواني، تستطيع الربح من الدعوة، سأريك الطريقة كيف ستدعي أشخاص. وهنا سهل الاستخدام للغاية، هو برنامج وابليكاسيون إخواني أو APK أو تطبيق أندرويد. وهنا أيضا يؤمن أمن للاستخدام، نحن نستخدم المصادقة، يعني لا يوجد أي خطر على الإيميل الخاص بك، يمكن تتبع جميع أرباحك والتحقق منها، سريع جدا، الدفع فوري إخواني، تطلب السحب يرسل لك، وعندما تصل إلى ليفل 5 تتحصل على أرباح تصل إلى 23. من هنا تستطيع قراءة المزيد هنا لكي لا نطيل الفيديو. وهنا جني النقارات، جني الأرباح من النقارات. هنا لكي تتأكد أن الموقع يدفع حد أدنى 0.01 دولار فقط، وهو فوري في آن واحد إخواني، يدفع لك إخواني سواء في البيتكوين، باير أو أي شيء إخواني، فالباير يدفع. أيضا بيرفكت موني، وهنا الأبليكاسيو الرسائل التي ستأتيك، هنا عدد الأشخاص كما تشاهدون في زيادة، وأيضا دفع هذا الموقع أكثر من 7,107 دولار، فهو موقع إخواني لربح بعض الدولارات، مثلا في أسبوع تحصل على 15 دولار، هذا شيء جيد، مثلا في شهرك الأول تستطيع كسب 20 دولار 30 دولار وبداية رأس المال خاص به. طريقة العمل إخواني، يكفيك فقط الضغط على ريجيستر هنا وتحصل على هذه الواجهة، تظهر إيميل اسم الأول خاص بك أو اليوزر نايم مثلا، هنا تستطيع كتابة أي اسم. وهنا إخواني الريفيرال، هنا علم على الخيار الأول والثاني، الثالث اختياري، أضغط على ريجيستر. بعدها إخواني تضغط على ريجيستر، ستأتيك رسالة إخواني في الإيميل أو في الإيميل الخاص بك، تضغط على أكتياليزي ستأتي الرسالة هنا. هنا إخواني عند الدخول إلى الموقع سيظهر لك هذه الرسالة كما تشاهدون. لماذا قلت لك تابع معي طريق تسجيل؟ فهنا يخبر لك أن اللينك، يجب عليك الضغط على اللينك. عندما تأتي إلى جيميل لن تجد اللينك إخواني، فقط توجه إلى خانة البحث وقم بكتابة كليك اسم الموقع، قم بنسخ اسم الموقع، كليك جيلي وسيظهر لك اللينك، اضغط هنا واضغط ايضا هنا. جيد، ودع هذه الرسالة كما هي لاننا سنحتاجها. بعدها اخواني اضغط على هذه العلامة ثم لوجن، هذه الواجهة هنا كود سيكيورتي، سيأتيني الكود، اعود هنا فقط اضغط على بحث مرة اخرى، اتى الكود كما تشاهدون، اضغط على الرمز كوبي، جيد، أقوم بوضعه، أضغط على كونفيرم. الآن فتحت الداشبورد الخاص بي، هذه هي طريقة تسجيل للربح من هذا الموقع البسيط والسحب الفوري. هنا أعود من هنا سأجد الرسالة امبورتون، هنا يشرح لك طريقة العمل، إذا لم تقم بهذه الطريقة لن يتم قبول الرسائل الخاصة بك. كيف سأعمل بهذه الطريقة؟ يقول لك أضف هذا الموقع إلى كونتاكت ليست. عندما أتوجه يقول لك اضغط على الثلاث نقاط هنا، أضغط على الثلاث نقاط هنا، أبحث على add contact، لا توجد هنا إخواني، add لا توجد كما تشاهدون.
لا توجد الكونتاكت، ماذا سأفعل؟ يوجد حل، أضغط على هذه العلامة هنا، تابع جيدا، ثم أضغط على contact list وهنا تظهر لي هذه الوجهة، أضغط على create contact، create مرة أخرى contact. هنا ماذا سأفعل؟ أتوجه إلى هذا الموقع، أول شيء أقوم بنسخ الاسم الأول، أقوم بوضعه هنا في first name past، أعود مرة أخرى إلى الرسالة، أضغط على الاسم الثاني هنا last name، وهنا الإيميل، من أين سأتي بالإيميل؟ أقوم بنسخ إخواني هذا الإيميل هنا كما تشاهدون إلى غاية .com، أقوم بوضعه هنا في الكونتاكت ليست باست وأضغط على السيف، تم إضافة كما تشاهدون الموقع إلى الرسائل. الآن الموقع سيرسل لي رسائل يومية وكل يوم، كل يوم أفتح أجد رسالة أو رسالتين أو ثلاثة وأتحصل على الأرباح فقط بفتح رسالة. هنا كما تشاهدون تم إضافة الموقع بدون أي مشكلة. الآن أي رسالة ستأتيك ستكسب الأموال. نعود لشرح واجهة الموقع وكيف سنبدأ منه. يكفيك تثبيت التطبيق الخاص به في بحث على جوجل على هذا التطبيق، ستجد التطبيق كما تشاهدون وتبدأ في العمل وكسب، تأتيك الرسائل تقرأها وتكسب. واجهة الموقع إخواني بسيطة جدا، هنا الأرباح الخاصة بك كما قلنا، هنا أن الموقع يقدم لك أرباح كل رسالة تقرأها 0.42، يعني 10 رسائل إخواني ستحصل على أعتقد 0.04 وتستطيع سحبها، أو 3 رسائل تستطيع سحب الأرباح الخاصة بك، تصبح هنا 0.2 وتستطيع سحب الأرباح الخاص بك، هذا بطريقة بدون تعب بدون أي شيء إخواني. أيضا هنا الشيء الجيد الذي سنبحث منه وهو الريفيرال لينك كما تشاهدون، أضغط على ريفيرال لينك دايركت أند ديركت وأيضا لينك تولز، تستطيع الضغط على لينك تولز وهنا الكثير من الروابط، فقط يكفيك إخواني الضغط على ريفيرال دايركت لينك وتقوم بنسخ الرابط وهنا تتابع الإحصائيات التي ستحصل عليها. هنا أيضا أي شخص يقوم بالشراء من الموقع توجد خطوات لشراء الروابط أو لا أو الإحالات، ما يهمنا إخواني نحن سنقوم بتطبيق هذه الطريقة. أعود هنا أقوم بنسخ هذا الرابط هكذا. هنا الأشخاص يشترون إخواني من هذا الموقع، لماذا؟ لكي يصلون إلى الليفل 5 ويضاعفون الأرباح الخاص بهم. هذه طريقة عمل الموقع، تستطيع قراءة مثلا هنا how it work وأيضا بعض البروف الذي تم دفعها، مثلا هنا ستشاهد الأشخاص سحبوا إلى الباير، إلى هنا 0.09 إلى الباير، هنا 0.05 إلى الباير بدون تعب إخواني، وهنا 0.15 إلى الباير، يعني الأشخاص كثر يعملون فقط يسحبون على الباير. أيضا تستطيع سحب على البرفكت مورين وهنا إثباتات كثيرة وكثيرة، موقع بسيط للعمل. وهنا البيمنت تستطيع أيضا الدخول إلى البيمنت كما تشاهدون نفس الإثباتات. هنا أعود نقوم بنسخ هذا الرابط إخواني ونتوجه إلى مثلا الفيسبوك بطريقة بسيطة، سنشتغل الطريقة القديمة. على كل شخص أفيليت إخواني إحالة ستربح من أشخاص يقومون بتسجيل من الرابط الخاص بك، لذا تتوجه مثلا إلى الجروبات الخاصة بميك موني أونلاين خاصة الأجنبية إخواني، ميك موني أونلاين أو جروبات ربح المال من الأنترنت كما تشاهدون هذا الجروب الخاص بي ميك موني اونلاين، اضغط هنا على جروب، عفوا هنا نعود هنا في المحتوى الاجنبي كما تشاهدون ستجد جروبات اخواني خاصه بالربح المال، تدخل اليها تنضم اليها. هنا شاهد كم عدد الاشخاص في هذا الجروب 145 ممبر، تقوم بانشاء بوست فقط مثلا وتقوم بوضع الرابط الخاص بك مثلا هذا الجروب كما تشاهدون، لا استطيع النشر فيه او اعتقد هنا about كما تشاهدون إخواني، أدخل أي جروب وهنا مثلا هذا الجروب أجنبي في 44.6 ألف متابع، أقوم بإنشاء بوست بالضغط على add photo مثلا، قمت بتصوير شاشة الحاسوب الخاص بي لإثبات سحب خاص بهذا الموقع، الصفحة الرئيسية للموقع هنا ظهرت الصورة كما تشاهدون، وأقوم بكتابة مثلا في الترجمة هذه العبارة، تريد الربح فقط من قراءة رسائل جيميل، أدنى حد للسحب هو 0.1، أقوم بوضعها هنا في الجروب باست. تستطيع مثلا كتابة إن كنت تريد رابط تواصل معي أو تعليق أو لايك للبوست ثم أرسل لك الرابط، أو مثلا تستطيع وضع الرابط على ما أعتقد مباشرة هكذا. أتوجه إلى الموقع وهنا أقوم بنسخ الرابط أو الضغط على كوبي جيد، أقوم بوضعها هنا في الأسفل باست جيد، أضغط على بوست. أعتقد أن الموقع غير محظور، أو إذا وجدته محظور تستطيع فقط إخواني توجه إلى
هذا الموقع شاهد معي هذا الموقع إخواني، سأترك لكم رابط أيضا باست لينك. هنا مثلا أقوم بكتابة get money gmail message وأقوم بنسخ الرسالة كما هي التي كتبتها في الفيسبوك، وهنا الرابط كما تشاهدون هكذا، أستطيع التعديل كما أريد. هنا اللينك، هذا هو اللينك إخواني، يقومون بتسجيل فيه. هنا بعدها أضغط على I am not robot ثم publish. الآن هذا هو الرابط كما تشاهدون، أقوم بنسخ أعلى من هنا إخواني لكي لا تخطئ. هذا الرابط أقوم بنسخه copy، أعود إلى الفيسبوك ببساطة، أقوم بوضعه في البوست بدون أي حظر، أضغط على بوست. الآن يتم نشر البوست كما تشاهدون، أي شخص يضغط على هذا الرابط يتوجه إلى الرسالة، يقرأ مساج موني وهنا تتابع عدد المشاهدات، وأيضا عندما يضغط يتحول مباشرة إلى الموقع. هذا هو درسنا اليوم إخواني، تستطيع إعادة هذه في الجروبات العربية أيضا، فهذا الموقع غير معروف، هنا تبحث فقط الربح من الإنترنت وتنضم إلى هذه الجروبات ونشر. هنا انتهينا من هذا الدرس، أرجو أن يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.